اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام بجوله صباحيه جديده من قلب سوق درب غلب تحت اكبر الاسواق مدينه الدار البيضاء. اجي تشوفوا كيدايرين الاجواء درب غلب ساعات قبل تخفيف الحظر الصحي وحاله الطوارئ مدينه الدار البيضاء. بقوا معنا من خلال الجوله، مرحبا بتعليقاتكم، احنا هنايا باش نتفاعلوا معاكم. إذا المشاهدين الكرام كيف تشوفوا في الحياة بدات كترجع الطبيعة ديالها شيئا فشيئا في مدينة الدار البيضاء. معنا عبدو كيقول لي صباح الخير، صح ما خويا عبدو، صحك مبروك، حاول السلامة وتعبر الله يرفع عليا هاد الوباء إن شاء الله، وإن شاء الله ما بقى قد ما فات، لازم علينا نصبروا ونزيدوا نصبروا. سوق درب غلب واحد اهم الاسواق في مدينه الدار البيضاء، ويتواجد بالقرب من منطقه المعالي ومنطقه بالمي. اغلبيه المحلات ديالو فاتة، فهنايا كان وجهه المغاربه كافه، ما كاينش اللي ما يجيش الكازاوي بغي يجي درب غلب حتى تشوف لو دومين ديال الالكترونيك. الناس اللي كيبغيو يصيبو اي حاجه الكترونيك الوجهه الاولى ديالهم هي درب غلب. درب غلب وخاصة الزوطية، الناس بلاد كادر غيعرفو على التمنطق، تهضر على الزوطية الاخوان. واحد من الكافا الناس كيجيو اي حاجة خاصة بالالكترونيك. حتى هي كاع البلاصة اللي كيتباعو فيها لي زاكسيسوار، الناس ديال الخشب هنا كي كتشوفو، عيفاك ليش بحتي ايوب شو شوية اللي من اكثر باش الناس يشوفو معانا. فهنايا الجهة الأخرى، الجهة الأخرى اللي فيها مي الكراشات، شفت كي الفورنيشور ديال لي بيغو، فهنايا حالين هانتوما كيف كتشوفو الناس ديال ريباراسيون إلكترونيك، ما حالينش ولكن الناس اللي كيبيعو هادشي في هاد الساعات دابا اللي حنا على المباشر كنصحو ليكم، اللي كيبيعو الياسات، شفت كي أكسسوار بيغو، فهما حالين، صحاب الكراشات هما اللي الفورنيش حتى هما حالين. هانتوما كي كتشوفو هما لي البونز هنا لي شاخص حتى لي على السريعة وعلى السكة ديال التراموي وعلى طول مدار سكة التراموي والسوق درب غلب، فهما حالين عكس أصحاب الإلكترونيك لي كاينين في الجهة الأخرى. عرفتو في الجهة الأخرى كيشوفو فيها الإلكترونيك ديال القدر في نظر العينين. عطوني ذكرياتكم مع السوق وتعليقكم على هاد القضية هادي، مرحبا بتعليقاتكم باش نقدرو تفاعلوا معها، وصباحكم مبروك ان شاء الله بكل ما تمنيت يا ربي، والله يرفع علينا هذا الوباء والبلاء. اذا المشاهد الكرام كنشوف تعليقكم، امي يا سيري توحش درب غلف، وباقي عندي واحد النظر عند واحد لوبسيسيان من قبل الكونفينمون، ايوا لا راحل حال تقدري تديري شي دويره ان شاء الله وتلقاي تشغل كيفيغي لي لينيت ديالك ان شاء الله. فالوقت كتشوفو فالمنطقة المجاورة لسوق درب غلب كتعرف واحد الروان خاصة على مستوى الطريق، كاين سيارات بزاف الحمد لله، مابقاو الا ساعات قليلة وتنتقل مدينة الدار البيضاء من منطقة واحد من منطقة جوج للمنطقة الواحد، اي اقل او تخفيف اكثر بالنسبة لحالة الطوارئ والحظر الصحي. اللي غنوصيكم به ان نزيدو نلتزمو ونلتزمو باش نبقاو ونحافظو على هاد المرتبة اللي وصلنا ليها. حنا الحمد لله الحمد لله ف
في مدينة الدار البيضاء فيها وعي كبير. الله يخليكم تصبروا ونزيدوا نصبروا باش نلتزموا ونحافظوا على هذا المكان اللي في المكان. مرحبا بطريقتكم، انا كنشوف هنايا إذا مش هيك راه كنشوفوا هنايا بالطرف شفتوا غير بغا نبدا حد اهم واكبر الاسواق من بيت الدار البيضاء، واللي كيعرف يستقطب عدد كبير من الزوار خاصة في نهاية الأسبوع. مرحبا بتعليقاتكم باش تتبعوا معايا. دابا غنبدا نقرا لي كومونتير ديالكم شوية بشوية. رضوان كيقول لي على فطر القهاوي حالي، راه القهاوي حالي لو فوقتي اليوم غادي يحلو ان شاء الله ديما. او ماي جاد، عافاكم اخوتي محتاجه المساعده ديال ام نادات. ام نادات خلينا الكومونتير ديالك في لاباج اوفيسيال باش نقدروا نتواصلوا معاك ونوصلوا الصوت ديالك. تبارك الله عليك، الله يبارك فيك خويا محمد بوز. شكرا لك خويا محمد. فاطمه واش دير بغل بحالك؟ كيف ما قلت لكم من خلال الجوله فالناس اللي كيبيعوا الفورنيتور ديال لي بيرو توسكي اكسسوار بيرو فهما حالين. مالين ديال الفورن ديال الاخوان حالين، صحاب الفخار اللي كاينين على اليسر الى عرفتوهم صاحب لو كوا يمكن حدا لا ميزون. المهم دابا نقول لكم واحد لو كوا اللي فيه مالين الفخار راه حال الاخوان، هكا كنقولوا على نقربوكم من اهم الاسواق اللي كتعرفوا في مدينه الدار البيضاء. عزيز اخويا انا باخي في الدوله، باخي في الدوله، اصبر معنا عزيز ازهار. واش سوق سمر حال سوق سمر راه درب كارت علام كارت حتى هو غنكون فيه الدولة يمكن وكنا مع الزميلة ديال سعاد عيسو حتى هي غادي تقربكم من اهم الاجواء اللي كتعرفوا في هذيك المنطقة. فلايفاتنا مازال متواصلة وعلى مدار اليوم غادي نقربكم من كل كبيرة وصغيرة اللي بغيتو تعرفوا. غير بقاو معنا مع قناتكم وقناة الشعب شوب تي في الخلوي. الخلوي حلوي واش نقول حالي لا خويا حالي حالي فاتحة دكان ناف تقدري تعملي لا ختي راه حالي ماني فونيز ماني الباطلة انت فهمتي راه تقدري تجي راه حالين. إذا المشاهدين الكرام كيف ما كتشوفوا فهنايا من خلال هاد الجولة قربنا لكم من أهم الأحداث والأجواء اللي كيعرفها سوق درب غلف. إذا شوف الإخوة اللي كيسولوك بأغلبية لي بوتيك حتى لي بوتيك لي مزيان فهادشي اللي واقفين دابا إلا شفت أي أغنية هنايا في الواقفين فا راه كيحلو ابتداء من العشرة العشرة ديال الصباح بداو كيحلو لي بوتيك ولا لي مكازان لي كيبيعو تيسكي إلكترونيك راهم حالين. لا سوا البون ديال لي برودوي جداد لا الريباغاسيون فهاد لي مكازان حالين. تقدرو تجيو هنايا نقدرو نجيو الناس لي خاصك لو تيسمارت فون خاصك لو تيسكي إلكترونيك يقدرو يجيو يضرب غلا لأنو الحمد لله حال. وكيف قلت لكم ما بقات ما فات ترجع الحياة للطبيعة ديالها وساعات قليلة وإن شاء الله نصبحوا في منطقة واحد اللي كتعرف إجراءات مخففة من حالة الطوارئ والحجر الصحي. مرحبا بتعليقاتكم، أنا باش نتفاعل معاكم على انتظار أنو اللايفات ديالنا يقوموا بهم جميع الزملاء اللي معنا في كل المدن المغربية. صباحكم برونز. إذا المشاهدين الكرام إلى عندكم شي سؤال نقربكم من هذا التواصل على شنو بغيتو تعرفوا أنا معاكم. ألوغ نبدا نقرا لي كومونتير. رمضان بشيري شكرا ليك على هاد المعلومات تاعها. الله يحفظك أخويا رمضان، الله يكبر ليك أخويا رمضان. عندي هنا واحد السؤال ديال سوسو كوكو.
كيقول لي يا خويا واش الورقه ديال التنقل غادي تحيد؟ اكيد فالناس اللي كينتميو لمنطقه واحد فيمكن لهم التنقل غير بالبطاقه الوطنيه، البطاقه الوطنيه كافيه الاخوان، فما غتبقاش الوثيقه اللي مسلمه من طرف السلطات هي اللي كتحدد مسار تواجدكم او ضروري تكون معكم مسطر. عكس الكمامات الاخوان، عكس الكمامات اللي عند شي بافات ما يديرهاش اش يدفع عنقكم، يديرها في كومبون. اما فيما يخص منطقه جوج فضروري من ورقه ديال التنقل اخوان، فرقوا الله يرحم والدينا هذه النقطه، وشكرا بزاف سوكو كوكو على هذا الكومونتير. فهو هنايا نقدروا نفرقوا ما بين منطقه واحد ومنطقه جوج، يعني المنطقه واحد يمكن لهم يتنقلوا بدون الورقه اللي عطاكم المقدم بالدارجه، الورقه اللي خذيتو مع المقدم المقدم ما يمكنش لكم تنقلوا بها دابا، فالبطاقه التعريف الوطنيه كافيه للتنقل. عكس المنطقه جوج، عكس المنطقه جوج ضروري من الورقه اللي كتمنحها لك السلطات المكلفه باش تقدر تنقل ما بين في المدينه اللي انت فيها. نتمنى نكون شرحت لكم هذه القضيه هذه. انا خويا في كازا بغيت نعرف ليه 50%، راه عندي قهوه وعندي حمام، الله يكمل لك اخويا بالخير. 50% راه انت عارف يمكن 50% انه مثلا الطاقه الاستيعابيه ديال واحد المحل هي 10 ديال ليطار، انت بالعقل الاخوان غير بالعقل 10 ديال ليطار ياك. هاد مول المحل لا مول الحانوت اللي غيحل الغدا اللي كيدير شي اكتيفيتي سوا كوميرسيال سوا سيرفيس، بغض النظر على شنو الطبيعه ديال هاد الخدمه اللي كيخدم هاد السيد، فلازم يدير 50%. عندي 10 ديال الطوابل غندير 5 ديال الطوابل الاخوان، وغنحترم شروط السلامه الوقائيه من تعقيم من تباعد اجتماعي من مسافه الامان، وغنخدم على راسي. هذا هو المهم اسيدي. شكرا عبد الاله الحميدي، الله يكبر فيك اخويا، الله يخفف منزل والله يسترنا ان شاء الله يا ربي. امين يا ربي امين. اذا مشاهدينا الكرام حتى لهنايا ما بقى لي غير نقول لكم الجوله ديالي في مدينه الدار البيضاء وتحديدا سوق درب غلف والنواحي وصلت النهايه ديالها. تسناو لايفات اخرى مع الزملاء ديالي، يمكن دابا غتكون معكم زميلتي سعاد هيشوف في منطقه اخرى. بقاو معنا، مازال تخطيطنا متواصل، اهم احداث مدينه الدار البيضاء وكذا كباقي المدن.